دوه عيلت واخدهم بمديله في سغدت مالكوش ما يونو حاسولي كل ده احطيته مالكوش ما يونو حاسولي كل ده بينا صلاة على معكم أخوتي بقداسنا اليوم نرفع الذبيحة من أجل كل أبناء الرعية الحاضرين والغيبين الأحياء والأموات ونخص بنوع خاص كل يلي حاملين اسم أمنا مريم وهي شفيعة لإلهم وبذات الوقت منذكر المرحوم إيلي يوسف لحود والأنفس المطهرية بهالرجاء منقدم الذبيحة اليوم على كل النوايا اللي ببال كل واحد منا برخمور المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أهلنا أيها المسيح إلهنا أن نطوف بأصوات التسبيح مع أجواق رسلك القديسين فنعظم ذكر انتقال والدتك الطباوية مريم أهلنا بصلواتها أن ننعم معها عن يمينك في لقائك المجيد ونرفع المجد والشكر بغير انقطاع إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد السلام للبيعة ولبنيها شمس البر الذي أشرق بنعمته من مريم الشرق العظيم فأنار العالم كله بأشعته الإلهية إلى الولد المحتجب الذي كرم يوم انتقال أمه وبجل تذكارها النقي في الأرض والسماء صالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد المبارك وفي كل أيام حياتنا وإلى الأبد أيها المسيح الكلمة الله المزيح في حضن أبيك الأزلي يا من شئت في ملء الزمان فولدت بالجسد من مريم البتول بنت داود وتممت تدبيرك الخلاصي لأجلنا ورفعت إليك أمك وتوجتها مليكة في الأرض والسماوات ها نحن اليوم نكرم عيد انتقالها المجيد مع الرسل القديسين الذين اجتمعوا من الأقطار البعيدة ليكرموها ومع الخدام السماويين نهتف لها بأشرف الألحان قائلين هل أمي بسلام أيتها الأم النقية والدة الإله الكلمة يا مقصورة الملك السماوي هلم بسلام يا هيكل الروح القدس
ومسكن الله الأعلى ألمي بسلام أيتها السلم الروحية التي رآها يعقوب بها يصعد الذين عبروا إلى العلا فوق سلطان الألم والموت والآن نسألك أيها المسيح إلهنا على عطر هذا البخور أن تمنحنا بصلواتها غفران الخطايا وتهب الأمان للكنائس والسلام للأديار والعدد للشيوخ والنشاط للشبان والتربية للأطفال والراحة للمنتقلين المؤمنين أهلنا جميعاً لملكوتك الأبدي في رفقة العذراء أمك القديسة وجوق الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. عطر بخورنا الذي قربناه في ذكرى انتقال أمك العذراء مريم القديسة أهلنا أن نكرم يوم عبورها من هذا العالم
مع الرسل القديسين، وامنح الغفران لرعيتك المحتفلة بهذا العيد. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. قديشة تلوه قديشة حيلتون قديشة ليوتون اتراحة علي قديشة تلوه قديشة حيلتون قديشة الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. من عليات تفرست الأحبة نحو بستان الزيتون، شيعوا جسم العذراء كروبون سرافون، شيعوا جسم العذراء من أظالي للزيتون للعرش أدواء. تم قول المرنم في الأم العذراء مريم، ارفع البدى تدخل أم الملك الأعظم. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا سيد. المجد لربنا سيد بولس والرسل، والتحل بركة الله على القارئ وعلى السامعين وعلى هذه الرعية من الآن وإلى الأبد. يا إخوتي، لتكن محبتكم بلا رياء، تجنبوا الشر ولازموا الخير، أحبوا بعضكم بعضا محبة أخوية، وبادروا بعضكم بعضا بالإكرام، كونوا في الاجتهاد غير متكاسلين، وبالروح حارين، وللرب عابدين، وبالرجاء فرحين، وفي الضيق ثابتين، وعلى الصلاة مواظبين، وفي حاجات القديسين مشاركين، وإلى ضيافة الغرباء ساعين. باركوا الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، افرحوا مع الفرحين، وابكوا مع الباكين، والتسبيح لله دائما. السلام لجميعكم ومع روحك.
المشي لربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قال لوقا البشير: قالت مريم: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى تواضع أمته، فهمنذ الآن تطوبني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بي عظائم، اسمه قدوس ورحمته إلى أجيال للذين يتقونه، صنع عزا بساعده وشتت المتكبرين بأفكار قلوبهم، حتى المقتدرين عن العروش ورفع المتواضعين، أشبع الجياع خيرات والأغنياء أرسلهم فارغين، عضد إسرائيل فتاه ذاكرا رحمته، كما كلم آباءنا وإبراهيم ونسله إلى الأبد. حقا والأمان لجميعكم. المسيح يسوع التسبيح والبركة من أجلك لهذه الحيرة. المسيح يسوع التسبيح. الله معكم أخوتي. تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. صلاة إيمان صلوا كتار، ومنهم ابنة مريم نحن منسميها الصلاة، منخصصها لأمنا مريم حتى تكون قدوة لألنا. طبعا بهالظروف يلي عم نعيد فيها مع بعضنا البعض، وأكيد الشي يلي عم نمرق فيه بوطننا، والشي يلي مرقوا فيه كتار من الناس يلي منعرفهم، الصعوبات وهالألم، إما بيكون عنا صرخة الشاعر عيد بأية حال عدت يعيد، إما بيكون عنا صرخة الإيمان يلي مريم تدعينا لألا. بداية مريم يلي عم نعيد لعيد انتقالها بالنفس والجسد للسماء، هل الظروف يلي عاشتها بهديك الأيام كانت أحسن من الظروف يلي نحن اليوم عم نتألم فيها نتيجة الضائقة الاقتصادية وهالوباء المتفشي كورونا، وآخر الشيء طبلت معنا مثل ما بنقول بهالانفجار؟ أكيد أخوتي مريم مرقت بصعوبات. بخبرنا الإنجيل كيف منذ اللحظة الأولى وقت يلي انكتب لإلها وقبلت بمشروع الله لإلها، منشوفها كيف قالت نعم وبلشت هالنعم تحملها مرة بعد مرة صعوبات، للولادة، للهرب لمصر، لنبوءة سمعان الشيخ، منشوفها عند أقدام الصليب عم تشوف ابنها عم ينطعن بالحرب، ومنشوفها بعدين مع الرسل بهالاضطهادات كيف عاشوا بهالدياميس، ولكن كان عندهم رجاء.
لكن نحن أخوتي مدعوين اليوم حتى نعيد، وكل مرة منقول عم نعيد يعني بدنا نروح لجوهر العيد، حتى وسط كل الظروف يلي عم نعيشها يبقى العيد علامة رجاء، ونتطلع لمريم ونرغب بالعمق نعرف شو يعني العيد الحقيقي. أكيد العيد هو للفرح، وقت يلي إجا الملاك وبشر قال لها افرحي يا ممتلئة نعمة، ومثل ما دعي مريم بهديك الأيام، اليوم الرب عم يدعينا وكتير عم نسمع صوته، إن كان بوسائل التواصل الاجتماعي اللي فيها عم يتم التبشير اليوم، أو إن كان وقت يلي منحط حالنا قدام كلمة الله كيف ممكن تخاطب كل واحد منا. والقديس بولس قالنا افرحوا بالرب دائما، هذا الفرح الحقيقي اللي نحن مدعوين لإله. لهيك بتقلها مريم، لإليصابات لمريم بتقلها ارتقض الجنين ابتهاجا في أحشائي وقت يلي سمع صوتك، منذ أن وقع صوته سلامك في أذني. فإذا نحن إذا عم نجيب سيرة مريم اليوم، إذا عم نجرب نشوف شو هو هالعيد يلي احتفلوا فيه المسيحيين طيلة هالأجيال وهالقرون يلي مرقت وثبتته الكنيسة سنة 1850، لنقول إنه مثل ما وقت الرسل إجوا من كل واحد من محل، بطرس من روما من أفسس، إجا يوحنا بيقولوا لنا من الهند، إجا توما، حتى نحن كمان يلي جينا تركنا اليوم مثل ما ملاحظين جايين للعيد، كل واحد منا ترك بيته وعم يتحدى الظروف، لنقول بدنا نفرح الفرح الحقيقي. كرمال هيك أخوتي مدعوين نحن لنعرف أنه العيد بده يذكرنا، بده يذكرنا بهويتنا الحقيقية اللي انمسحنا فيها، يوم يلي قبلوا عنا أهلنا هالسر وقالوا نعم للمعمودية بيقلنا أنتم لبستم المسيح لأنه تعمدتوا بالمسيح. فإذا هذا التذكير، التذكير الثاني بده يذكرنا بيقلنا أي عيد الله بيفرح فيه، لأن وقت يلي بيقلن أعيادكم وصلاتكم كرهتهم نفسي لأنه مش هيدا العيد يلي بدي إياه. وهيدي مناسبة أخوتي وسط الألم والضيق يلي نحن عم نعاني منه، هيدي مناسبة فيها تكون بمرحلة مسابة توبة لإلنا حتى نعرف نرجع نشوف شو هو العيد وشو هو الابتهاج الحقيقي يلي الرب كرمال هيك وقتها بيقلن العيد يلي أنا برتضيه هو كيف أنتم مثل ما عم نعمل هلأ. وكتار نحن اليوم كان في عنا شبيبي من الرعية، وقبل كان عم يكون عنا شبيبي من الرعية عم تروح، هيدا العيد يلي هو أنه نروح نتقاسم اللقمة مع الآخر، نكون حد الآخر يلي حملوا مكانس، يلي ساعدوا، يلي لفلفوا ساندويش، كل حدا منا يلي عم بيصلي من بيته، يلي منه قادر يروح ومن بيته عم يحملهم بالصلاة، نحن وقت يلي عم نتشارك هيدا العيد يلي الله بيرتضيه، إنه يكون عندنا هالفكر السليم، هالقلب الطاهر، هالنية السليمة يلي الرب بيقبل فيها، ساعتها شو ما عملنا بيقبل، بتكون أعمالنا ذبيحة مرضية قدامه. من هون أخوتي عم يدعينا لنحافظ على جوهر العيد، لأنه نحن إذا ما أكلنا وشربنا وكأنه ما صار في عيد، مش هيدا العيد. ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل برا وسلام. هالأعمال البرارة يلي نحن بتبلش تشتغل ببالنا بعدين منترجمها كل واحد منا بحياته، هيدا العيد. ليك العيد اليوم عم يذكرنا، نتذكر سيرة مريم ونشوف الله بالكتاب المقدس شو بده يقلنا حتى نروح للمرحلة الثالثة يلي هي الاقتداء. هو يلي قالنا اقتدوا بي، تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. مش هيدا يلي قالته مريم، حتى المقتدرين عن العروش ورفع المتواضعين. لهيك وقت اللي بيقول له لسمعان بطرس أتحبني، وبيسألوا هالأسئلة، بعدين بيقول له اتبعني. فإذا العيد هو مناسبة لاتباع المسيح مش للابتعاد. وقت يلي نحن العيد بده يبعدنا عن بعضنا يعني منه عيد، وأي احتفال بده يبعدنا عن بعضنا منه احتفال.
وأي لقاء صلاة أو أي شيء بدنا نعمله حتى يبعدنا أو اجتماع أو شيء اجتماعي بده يبعدنا عن بعضنا، مش هيدا يلي بيرتضي الرب. لهيك وقت اللي بيقلنا القاعدة الذهبية: افعلوا للناس ما أردتم أن يفعله الناس لكم. نحط حالنا محل هالناس. نحن شو كنا منرغب الناس تعمل تجاهنا؟ من هون أخوتي بيبقى العيد هو نافذة للقديسين، إن كان أمنا مريم أو أي قديس من عيد له، وقت اللي منرجع سيرة حياته هو حتى يرجع يفتح قدامنا باب رجاء، إنه مهما طول غربتنا على هالأرض رح تنتهي، رح نرجع للوطن الحقيقي. يلي لفتني أخوتي بس هيك آخر شيء، مؤخراً في شاب من أبناء الرعية استشهد. لفتني فيه إنه هو قبل فترة بشهر 4 رفيقه سبقه، كتب له إنه هيك حط على التليفون تبعوله بيقول له: ولا مرة كانت الأرض موطن لإلنا ولا رح تكون. هو هلأ صار معه لأقول إنه نحن أبناء هالأرض مدعوين لنقدس الوقت يلي عم نعيش فيه، الزمن يلي عم نعيش فيه، الحياة يلي عم نعيشها مع بعضنا البعض، نقدر نعيشها بملأة ونفرح فيها لأنه الرب عطانا إياها، نفرح بإخوتنا، أخوتنا لبعضنا البعض. إنما الدلع عينينا شاخصة إلى ساكن السماوات، محل ما مريم انتقلت وقعدت على العرش يلي الله حضر ليه، مثل ما عمل مع القديسين الرب بيريد يعمل مع كل واحد منا. بهالرجاء أنا أخوتي بصلي معكم أكيد على نيتنا جميعا، نية أبناء هالوطن وكل المسؤولين زمنيين وروحيين، حتى هالعيد يكون مناسبة حتى كل إنسان يرجع يتطلع صوب الرب ويشوف الرب شو بيرغب أنه يعمل، حتى يتمجد اسم الرب بكل شيء منقوله ومنعمله ومنفكر فيه. منرجع منلكم ينعاد عليكم وعلى كل يلي اسمهم مري، وعقبال كل سنة بس مش مثل هالحالة. نؤمن بإله واحد، كل ما يرى وما وسغود بهيك لو تقول شو تحل تخبري وتبارك وانساديك وتخبر لي فيك صلاة علي كل مرام على روح قابل قربنا اتراحة معنا.
الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. بذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم، سيدة المعونات ومارمرون، ومار شربل، والقديس رفقة، والقديس نعم طلّة، والشهداء الطباويين المساكين، والطباوي الأبي يعقوب الكبوشي، والأخصفي النعمة. اذكر اللهم آباءنا وأمهاتنا، إخوتنا وأخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، أبناء رعيتك هذه الحاضرين والغائبين، الأحياء والأموات. ونخص بالذكر جميع الذين يحملون اسم ماري أو سيد، ولراحة نفس المرحوم إلي يوسف لحود والأنفس المطهرية. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. وامنحنا موهبة روحك القدوس، واهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس لنا وإلى الأباء. آمين. سلام لك يا مذبح الله، سلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، سلام لكم يا إخوتي بالمسيح. باسم الحب الساكن في قلبك أخي وباركك، باسم الحب الساكن في قلبك أختي أباركك، أسجد أمامك وأنحني يا مسكين الثالوث الأقدس.
يكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا نشكر الرب متأيبين ونسجد له خاشعين. إنه لا حق وواجب حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس، بك يحيط الكاروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين في أصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا. وبيوم هود أقدم حاشودي لمعبد حي نساب اللحم بداو قديشوتو وبارخ قادش وقصويا بالتلمداو كدوما ساب أخول منه كل خون هونو داني تاو فغرو دي دحلو فيكون وحلو فساقية متقصي ومتهب خصوية حوبي والحاية دل العالم او
حلمي. خانوا الكوس ودمزغوا من حمر ومن مايو بارخ قادش ويا بالتلمدا وكادوما سابشتاو منه كل خوف هونو دنيتاو دمو الديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساقية متشد ومتي هب خصو يضحوب والحاية دلعوا لم علمي. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي. نذكروا موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وهي نبيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد لك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلينا خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا. جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهل أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا
مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي ومار بوروس مطراننا وأبينا مارجي وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب. واذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعددون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع نسألك يا رب. يا رب اذكر يا رب المسؤولين المدنيين في بلادنا وفي العالم كلهم، ألقي في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام نسألك يا رب. يا رب واذكر يا رب البتولة القديسة ويت الله مريم ومعها جميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين والقديسين كافة، ساعدنا بصلواتهم وأهلنا لحظهم ونصيبهم نسألك يا رب. يا رب اذكر يا رب الأباء والأطهار والملافنة الذين ركضوا واستراحوا بين القديسين، واذكر من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، أعضدنا بصلواتهم وثبتنا في محبتك نسألك يا رب. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك الراقدين على رجائك منتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة، اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحداً ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا واغفر لنا ذنوبنا وخطيئنا كما أجل. أيها الرب محب البشر لا تهملنا لئلا تقع
وعلينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي، لمن يتناول واقبل البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب، أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك المغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة، يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. أخوتي، بالنسبة للمناولة رح نكون ثلاثة عم نناول، من عليكم إيدنا اليمين ونحط إيدنا الشمال فوقها، وبس تنعطى القربانة لنا قدام الكاهن نمسكها بإيدنا اليمين ونحطها بتمنا. قربان مقبول، قداس مقبول، ينعاد عليكم، وبنجرب نحافظ على التباعد قد ما فينا، عملوا معروف. عم يجينا تنبيهات ورح نوصي بعد المناولة كمان تنبيه وصلنا من البلدية بهالخصوص. Thank you.
وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر. ارحمنا يا رب. المجد لله. تعميم صادر عن بلدية زوم كايل بسبب تفاقم أعداد المصابين بفيروس كورونا بلبنان. بتذكر بلدية زوم كايل وبتشدد على كافة المواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحماية والوقاية، كما بتشدد على وجوب أخذ الاحتياطات الضرورية اللازمة من وضع الكمامة الإجباري عند الخروج من المنزل وغسل اليدين المتكرر بالصابون وتعقيمهم عند كل فرصة سانحة. كما بتذكر البلدية بنص المادة 604 من قانون العقوبات اللبناني يلي بيقول: من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى 6 أشهر. مادة تانية بتقول: وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من 1 إلى 3 سنوات فضلاً عن الغرامة. نعمل معاً من أجل صحة مجتمعنا وحماية أهلنا وأحبائنا. بلدية زوم كايل 14/8/2020. Thank you.
يا رب نحن يلي أخذنا نعمة جسدك، نحن يلي تأملنا بكلامك يلي دعيتنا فيه للفرح على مثال ابنة مريم، يلي دعيتنا فيه للاقتداء فيك مثل ما اقتدت ابنة مريم والقديسين، اعطينا يا رب نعرف نميز صوتك نصل له. انت الراعي الصالح، ما نسمع لصوت الغرباء، صوتك يلي بيقلنا جميع الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وبالواقع واقع الحياه ومرارتها والالم والاستشهاد والضائقه الاقتصاديه والوباء، ما عم نقدر نعرف كيف يعني جميع الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. اعطينا يا رب نعرف نحبك اولا، نعرف نوثق فيك، نصدق كلماتك، حتى مثل ما عملت مريم وآمنت بالكلام يلي نقال لها، نآمن كل واحد منا بالكلام يلي بتقوله لنا بالإنجيل. نصغي لإلهامات روحك القدوس حتى نفرح رغم الضيقات، رغم الألم، رغم الصعوبات، رغم الموت اللي هو نهاية حياة على هالأرض. الأحباء وأعزاء على قلوبنا، أعطينا يا رب نعرف نعيد العيد يلي أنت بترغب نعيده، وبالطريقة يلي أنت بترغب نعيدها هالسنة، حتى بكل شيء عم نعمله نكون عم نمجدك من مجد بيك وروحك القدوس من الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين باسمك الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأة غفرانا، وللمرضى شفاء، ولمنكسري القلوب رجاء، وللحزان عزاء، وللموت راحة، وللأسرى خلاصا، وللمسافرين رفيقا، وللبعيدين مرشدا، وللقريبين حافظا، وللمشردين مأوى. ويمين رحمتك تبارك هذه البلاد وهذه الرعية وسكانها المؤمنين باسمك، اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجهم من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم. يا رب انصر حكامنا المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومار يوحنا البتول ومار مارون وجميع القديسين. ينعاد عليكم بالخير.